مرحبا. طقس استثنائي عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ومش معودين عليه بهالايام من اذار بسبب منخفض جوي متمركز فوق تركيا ادى لرياح قويه بارده وصلت فوق معدلاتها العامه لتقارب ل 90 كيلومتر بالساعه وسببت اضرار بالمزروعات وغبره كثير قويه بالجو وبالبيوت وسقوط بعض اللوحات الاعلانيه ببيروت وانخفاض ملحوظ بدرجه الحراره. اما اليوم بلبنان رح يكون طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وهلا بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية ومنروح تحديدا لعكار حيث عم بتسجل عكار 7 طرابلس 17 ورجعت درجات الحرارة عم ترتفع بيروت 15 على الساحل إذا عم تتراوح بين 17 وال 15 درجة بنت جبال 9 نبطية 11 بيت الدين 13 برمنا 15 و10 بزحلي وبعلبك 10 وأخيرا الهرمل 14. أما بالنسبة للرطوبة فبتتراوح بين 50 و80% حرارة سطح المية 19 درجة وسرعة الرياح بين 15 وال 45 كم بالساعة ورياحية جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم بكرة بعد بكرة خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 12 و22 وعم يرجع يتحسن الطقس وبترتفع درجات الحرارة لتوصل نهار الثلاثاء لل 25 درجة وهلا بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا بنبدأ بمشوارنا من صنعاء 19 ودمشق 13 ومن بعدها طرابلس 25 الخرطوم 30 وأخيرا تنتهي جولتنا بروما 14 ومدريد 8. وهيدا كمان جونا، خليكم معنا لتتابعوا جو أخبارنا.